ديلي مارسي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 32 وين مشاهدنا كيفاش أندي ديلور اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى أمام مارسي وشاهدنا كيفاش نقولوا باللي الشوط الأول تعديل نتيجة من مايليك شفنا في الدقيقة 43 بابا في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول لصالح مارسي بهدفين لهدف واحد من تسجيل الهدف الأول من تسجيل أندي ديلور يعني تعديل من جانب مارسي والهدف الثاني في الدقيقة 45 يعني لابورت وين عدل النتيجة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 يعني وين كانت المباراة كانت شيقة ما بين زوج مدارس نقولوا زوج مدارس مونبيلي مارسي وزوج فرق اللي عندهم كما نقول عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال في البطوله الفرنسيه يعني وين عندهم شاهدنا كيفاش نقولوا باللي وين كانت وين بدات شاهدنا كيفاش مايشيل من المدرب تاع مونبيلي اللي لعب خطه 4-3-3 شاهدنا كيفاش خوري وين لعب بالمدرب تاع مارسي وين لعب خطه 3-4-2-1 وين كانت السيطره كبيره من جانب مارسي ب 62% نسبه استحواذ 329 تمريره بالنسبه لمارسي 154 تمريره بالنسبه لمونبيلي 38% نسبة استحواذ المونبيلي جانا كيفاش ستايب من جانب مارسي في الحراسة ليناردو ألفارو دوي شنابول شنابو بكر كامارا بابا المسجل الهدف الثاني ديميتري يعني فوران شنا لويس شنا مايليك مسجل هدف التعادل يعني شنا كيفاش جونس في الحراسة تاع مونبيلي يعني دانييل شنا نيكولاس شنا فوران تيجي شنا جوردان كذلك جينيور غيتان شنا اندي ديلور ستايفي يعني وين نقولوا بلي كانت المباراة مباراة اللي كانت قوية مباراة كانت شيقة مباراة يعني كانت مفتوحة يعني نقولوا بلي كانت مفتوحة وين مونبيلي يلعب خطة ربعة لعب 4-3-3 مارسي وين لعب 3-4-2-1 يعني رغم التحركات تاع اندي ديلور وين حاول بكل قوة شاهدنا كيفاش تضيع الفارو هدف في الدقيقة 56 لصالح مارسي شاهدنا كيفاش الدقيقة 8 ثمينة موليات الذي ضيع هدف في الدقيقة 10 لصالح مونبيلي في الشوط الأول يعني كانت مباراة معقدة مباراة اللي كانت نقولوا بلي المباراة هذه اللي كانت عندها حسابات ضيقة من يسجل في الشوط الثاني هو اللي يفوز على ذلك نقولوا بلي كانت مباراة في القمة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا فيها لعب جميل شاهدنا فيها تحركات لاعبين مونبيلي مارسي يعني الكل فريق يريد الفوز بهذه المباراة هذه الجولة 32 مونبيلي مارسي دو فرنسي الدرجة الأولى مباراة صعبة ومعقدة شاهدنا كيفاش دوبي اللي خرج في الدقيقة 63 لوكاس وين يضيف الهدف الثالث لصالح مارسي رغم نقص العددي وين شاهدنا كيفاش مارسي وين مونبيلي يعني مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا اللعب فيها جميل هذه الجولة 32 مونبيلي مارسي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى